طلبت وطالبات الشهادات المهنية مادة إدارة الأعمال الدولية تخصص إدارة أعمال عربي. النهاردة نشرح التسويق الدولي. التسويق الدولي هو اكتشاف حاجات المستهلك وإشباعها على المستوى الدولي بمستوى أفضل من المنافسين المحليين والدوليين، وتنسيق الجهود والأنشطة التسويقية في ظل قيود أو متغيرات البيئة الدولية على أساس خطة تسويقية معينة بطريقة تتلائم مع الأسواق الخارجية، أو ممكن نقول هي مصطلح يشير إلى عمليات التبادل التي تتم عبر الحدود الدولية بهدف إشباع الحاجات والرغبات الإنسانية. إن فلسفة التسويق ووظائفه لا تختلف كثيرا في حالتي التسويق المحلي والتسويق الدولي، فالفلسفة التسويقية واحدة وكذلك الجوهر، فالاختلاف الوحيد يكمن في المحيط الذي يتم من خلاله ممارسة مختلف فعاليات وأنشطة التسويق. أوجه الشبه والاختلاف بين التسويق المحلي والتسويق الدولي إن المبادئ والعناصر الأساسية للتسويق والتسويق الدولي متشابهة ومتطابقة إلى حد كبير، وهي دورة حياة السلع، وسائل التسويق التقليدية، المنهج العام لحل المشاكل التسويقية. إن الاختلاف بين التسويق المحلي والتسويق الدولي على الرغم من تشابههما في الجوانب الميكانية للتسويق إلا أنه يختلف في البيئة المحيطة الذي تجري فيه الخطط التسويقية. فاختلاف المحيط يفرض اختلاف في المداخل والأسلوب والاهتمام. وعلى الرغم من أن النشاطات التسويقية في السوق المحلي أو الخارجي تنفذ في بيئة قانونية وتشريعية، ولكن تختلف السوق المحلية عن الخارجية لوجود تشريعات وقوانين تحكم التجارة الخارجية. وهناك عوامل بيئية أخرى تشكل اختلافات بين التسويق المحلي والدولي، وهي عوامل اقتصادية، عوامل اجتماعية، وعوامل ثقافية وتكنولوجية ومنافسة. وعلى هذا الأساس فإن إيجاد حلول لمشاكل التسويق الدولية يجب مراعاة التالي: 1- يكون وجود بعد دولي لدى مدراء التسويق بحيث ينظرون لهذا العالم على أنه أجزاء أو اقتطاعات لسوق واحد، بتقييم السوق أو الأسواق المستهدفة وكذلك أجزاء السوق، جيم دراسة وتقييم العوامل البيئية المحيطة ذات العلاقة في السوق المحلي والدولي، وهذا يساعد الشركة على التكيف مع بيئتها بالطريقة التي تحقق أهدافها بقدر الإمكان. التسويق الدولي هو أكثر صعوبة من التسويق المحلي للأسباب التالية: ألف، التسويق الدولي يقوم على القيام بتحليل دقيق للبيئة الدولية بهدف التكيف معها. ب، يتطلب التسويق الدولي مهارات تسويقية كبيرة، القيام بعملية التخطيط والمراقبة، يحتاج إلى مجازفة كبيرة من حيث الاستثمار ودخول الأسواق وتطوير منتجات جديدة للأسواق الدولية. بيؤدي برضو السبب إن هو أكثر صعوبة التسويق الدولي عن التسويق المحلي في مواجهة العواقب الكثيرة في الأسواق الأجنبية، ولا سيما فيما يخص تحصيل الديون وطرق الدفع وتحويل العملات والحماية بأشكالها المتعددة. أبعاد عملية التسويق الدولي: 1- تقوم المنظمة ببيع بعض منتجاتها في الأسواق الدولية لعملاء أجانب، وذلك بأي جهد أو أي اهتمام أو تشجيع منها. 2- عند وجود فائض في الإنتاج بصفة مؤقتة، قد تلجأ المنظمة لتصريفه في الأسواق الخارجية دون أنية في التصدير، وإنما تصريف الفائض من منتجاتها عند لزوم الأمر. 3- تبعا للمرحلة السابقة، أي مع تزايد الفائض من السلع، قد تفكر المنظمة في عقد بعض الصفقات الصغيرة غير المنتظمة، أي دون أن يكون لها تمثيل دائم، وذلك لتصريف وبيع المنتجات في الأسواق الدولية. 4- امتلاك المؤسسة طاقة إنتاجية دائمة مع استخدام الوسطاء دائمين للقيام بعملية التسويق الخارجي، أي بهدف توسيع سوق المنتجات التي يمكن تسويقها محليا مع إدخال بعض التعديلات على المنتجات. منح التراخيص لمؤسسة أجنبية لتنتج بموجبها في أسواق تلك المؤسسات المحلية، وتكتفي المؤسسة المرخصة بعائد الترخيص. وخير مثال على ذلك ما قامت به شركة كوكاكولا، حيث قامت هذه الأخيرة بمنح تراخيص
لعدة مؤسسات أجنبية في دول مختلفة لإنتاج نفس المنتج وبنفس المواصفات والخصائص وتحت نفس العلامة التجارية، وهذا بغية غزو الأسواق الدولية وتوفير المنتج للمستهلك بنفس الخصائص في كل مكان، مثلما فعلته في الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية. في هذه المرحلة تظهر فكرة الحدود الوطنية، فتصبح العولمة بفضل نشاط التسويق الدولي، فهي تنظر للعالم بأكمله على إنه سوق لمنتجاتها. أهمية التسويق الدولي، أصبحت الكثير من الدول تهتم بإبرام الاتفاقيات الدولية وبالخصوص في مجال التجارة فيما بينهم، تشجيع التجارة الخارجية بشقيها الاستيراد والتصدير. ونظرا للأهمية الحقيقية للتسويق في المجال الدولي الذي تنبع من مساهمته في إشباع حاجات ورغبات المستهلك، حيث تقوم فلسفة التسويق الدولي على إمكانية استفادة الطرفين أو كل الأطراف المشتركة في العملية في نفس الوقت. وتكمن أهمية التسويق الدولي من خلال التي تعود على الدولة من في كل من الاستيراد والتصدير والاستثمارات الأجنبية. ويمكن توضيح هذه الأهمية على مستوى المجتمع وعلى مستوى المنظمة. يبقى في أهمية للتسويق بتأتي على جزئين، جزء بالنسبة للمجتمع وجزء بالنسبة للمنظمة. تعالوا مع بعض نشوف النسبة بالنسبة للمجتمع. إن التسويق الدولي أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع، حيث يعمل على رفع المستوى المعيشي للمستهلك وتطوير وترقية المجتمع في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية. أن أكثر المكاسب وضوحا وإيجابية هو فتح المجال أمام الصناعات التي تتمتع فيها الدولة بمزايا عن نظيرتها في الدول الأجنبية. أما بالنسبة للمنظمة، تظهر أهمية التسويق الدولي في مجال التخصص في الإنتاج للتصدير وعدم الاعتماد على وجود الفائض من عدم وجوده، إذ أن السياسة الأخيرة هي سياسة تصدير الفائض، وإذا نجحت في يوم ما فإن الفشل سيكون في الأيام الأخرى. لهذه الأسباب فإن أهمية التسويق الدولي تبدو واضحة من مبدأ التخصص في الإنتاج والتصدير، وكل مؤسسة أن تحدد أهدافها وتنظم مواردها لتحقق الربح والحفاظ على نموها ومكانتها في الوسط التنافسي الدولي الذي يحتم عليها الحيطة والنظرة الثاقبة لما يدور في بيئة الأعمال الدولية. وأيضا تتجلى أهمية التسويق في الاستفادة من التصدير، حيث التصدير أحد الطرق للحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لاستيراد المنتجات التي لا تنتجها محليا، وبالتالي فهو يعتبر كسبا قوميا واضحا، كما يؤدي إلى رفع المعيشة والتنمية ورفع القدرة الشرائية للمستهلك. الاستفادة من الاستيراد، لا تقتصر فائدة الاستيراد على كونه طريقة لتحصل قيمة الصادرات، وإنما الفائدة الأساسية هي في إتاحة الفرصة للحصول على بعض السلع بتكلفة أرخص من إنتاجها محليا، وإتاحة الفرص للحصول على سلع لا تنتج بكميات كافية محليا أو لا تنتج مطلقا نتيجة لعوامل المناخ أو نتيجة لسوء مواقع الموارد الطبيعية. ومثل هذا الاستيراد سيؤدي بالضرورة إلى رفع مستويات المعيشة. تمكين المنظمات من الاستفادة من اقتصاديات الحجم من جراء الاتساع في السوق التي تتعامل معه، وهذا ما ينعكس إيجابيا على تخفيض تكاليف الإنتاج للوحدة الواحدة، وبالتالي يقود الأمر إلى تخفيض أسعار السلع والتي يجعلها في متناول أعداد مضافة للمستهلكين، ويعاد بالتالي لصالح طرفي العملية التسويقية. من الأهميات برضو الكثير من المنظمات عندما تحقق نجاحات في الأسواق الخارجية لا يسجل لها فحسب، بل يسجل أيضا إلى عائدتها للدولة التي انطلقت منها أو التي تعود إليها. وبالتالي فإن الكثير من دول العالم أخذت مكانة اقتصادية وسمعة كبيرة من خلال شركاتها العاملة في الأسواق الدولية، فالولايات المتحدة واليابان وكوريا من بين أبرز الأمثلة في هذا المجال. توفير السلع المختلفة والانتفاع من الخدمات في أكثر من سوق خارجي، وبخاصة لتلك الأسواق التي يتعذر عليها إنتاجها لأسباب مختلفة. وبالتالي تكمن الأهمية للتسويق الدولي في تجاوز عامل المكان لتوفير المنتجات لمختلف بقاع العالم. بيئة التسويق الدولي، قبل أن تقرر أي مؤسسة بيع منتجاتها في السوق الخارجي، يجب أن لا تكون لديها فهما واضحا عن بيئة التسويق الدولي والتغيرات العديدة التي طرأت عليها.
فجاذبية أي دولة كسوق المنتجات المؤسسة أو المنظمة بيعتمد على النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية والثقافية والتكنولوجية ونظم الأعمال السائدة في هذه الأسواق. أول عامل عندي من عوامل بيئة التسويق الدولي هي البيئة الاقتصادية. إن إمكانية دخول الأسواق الدولية يتطلب من رجل التسويق الدولي دراسة مستفيضة لاقتصاديات كل دولة على حدة. فمن وجهة النظر الاقتصادية توجد عاملان أساسيان يعكسان مدى جاذبية الدولة كسوق مستهدف. العامل الأول هو حجم السوق، العامل الثاني هو طبيعة السوق المستهدف. تعالوا نبص مع بعض حجم السوق. حجم السوق لا شك أن اهتمام المؤسسة الأول عند تحليلها للأسواق الدولية هو حجم المبيعات المحتملة في هذه الأسواق، فهو من شأنه أن يساعد المنظمة في تخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية على أسواقها الحالية وتحديد أي الأسواق سوف تقوم المؤسسة بمحاولة الدخول في المستقبل. ولتحديد حجم السوق يتم استعمال مؤشرات التالية. المؤشر الأول هو مؤشرات خاصة بالسكن، ويتم دراسة وتحليل عدد السكان ومعدل النمو السكاني بالإضافة إلى دراسة أو التوزيع السكاني من حيث الكثافة والجنس والتعليم. رقم 2 مؤشرات خاصة بالدخول، وذلك من خلال دراسة توزيع الدخل بالنسبة لمشاريع المجتمع وحساب متوسط الدخل الفردي وكذلك إجمالي الدخل القومي. تاني عامل عندي اللي هو طبيعة السوق. بالإضافة إلى حجم السوق المحتمل توجد بعض الخصائص الأخرى للأسواق الأجنبية والتي من شأنها أن تؤثر على البرنامج التسويقي الدولي. هذه الخصائص: 1 البنية أو البيئة الطبيعية مثل الموارد الطبيعية للدولة والمناخ الخاص بها أو العوامل الديموغرافية الخاصة بها. رقم 2 طبيعة النشاط الاقتصادي السائد في البلد المراد دخوله، هل هي بلد زراعي أم صناعي. رقم 3 معرفة البنية الأساسية أو البنية التحتية للبلد والتي تشمل كل من شبكة الطرق والمواصلات ووسائل الطاقة ووسائل الاتصال والنقل الأخرى. هي بتأثر عندي البيئة الثقافية. إن النجاح في رسم السياسات التسويقية الدولية يعتمد بالدرجة الأولى على تفهم الثقافة، وذلك من خلال تحديد طبيعة الأفراد وسلوكياتهم. فالثقافة هو ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والقوانين والعادات وقدرات أو عادات أخرى اكتسبها أفراد مجتمع ما. فالثقافة إذن الطريق الكلي للحياة وأنماط التفكير. وبما أن ممارسة الأعمال عبر الحدود القومية تتطلب التفاعل بين الأفراد والمؤسسات من بيئات ثقافية مختلفة، وقد تحتل بعض العادات والمعتقدات أهمية لدى البعض بينما قد لا تعني أي شيء بالنسبة للبعض الآخر. وبعبارة أخرى توجد العديد من الاختلافات الجوهرية في الاتجاهات والقيم والعادات والمعتقدات والدوافع وغير ذلك، مما يؤدي بالضرورة إلى قيام المسوق الدولي بدراسة الخصائص المميزة للثقافة لكل بلد قبل الدخول في معاملات معه. وفيما يلي يأتي ذكر لبعض العناصر الثقافية التي يجب أن تدرس بعناية من طرف المسوق الدولي. أول نقطة عندي اللغة، لغة الحديث، الكتابة، اللغة الرسمية والجماعية. تاني نقطة عندي أعرفها عن البلد اللي أنا هفتح فيها، الدين، هل في ترهيب، هل في معتقدات، هل في محرمات، إيه هي أيام العطل، الاحتفالات الدينية الخاصة بهذه الدولة، قيم والاتجاهات بتاعت الدولة، الوقت نحو العمل، التعليم، هل تعليم رسمي، تدريب مهني، هل فيهم تعليم ابتدائي ثانوي، هل مستوى عالي، هل في عندهم أمومية، قانون، ما هو القانون العام بتاعهم، ايه الدستور، ايه القانون الدولي بتاعهم، السياسة. لازم ابص برضو بيبص لي على الثقافة المادية زي المواصلات، نظام الاتصال، الاختراعات، نظام الطاقة، مؤسسات الاجتماعية زي الطبقات الاجتماعية، حركات اجتماعية، نظام الزواج، نظام الأسرة، الأخلاق أو الجمال. البيئة السياسية والقانونية تعتبر البيئة الاقتصادية والقانونية من أكبر العوامل والمتغيرات التي لا يمكن للمنظمة السيطرة عليها، والتي تترك أثرا واضحا على عملها وأنشطتها في الأسواق الدولية. فهناك عوامل يجب على رجل التسويق أخذها بعين الاعتبار، ومنها: رقم 1 دور الحكومة في الاقتصاد أو الاتجاهات نحو الشراء الخارجي.
2 الاستقرار السياسي، 3 القواعد المالية والنقدية. رابعا البيئة التكنولوجية، إن الانفتاح العالمي هو نتيجة التغير العميق في التكنولوجيا وخاصة في ميدان الاتصالات ونظم المعلومات، كما إن هذا التغيير سيستمر في المستقبل، فسهولة تحويل الأموال من بلد لأخرى والتقدم في المواصلات والاتصالات على النطاق العالمي قدم الكثير من الفرص للاستثمار في الدول النامية، كما ترتب على التقدم التكنولوجي خلق الكثير من الأسواق للشركات المتعددة الجنسيات والتي تتمتع بمستوى عالي من التكنولوجيا في مجال الاتصالات وخدماتها. ولا يقتصر تأثير التقدم التكنولوجي على ما سبق، بل امتد إلى تغير هيكل العمالة والصناعة وتحويلها إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى رفع القدرات التنافسية. ويتجلى تأثير التكنولوجيا الجديدة في 10 سنوات القادمة في المجالات التالية: 1 التقدم في التكنولوجيا الحيوية التي تساهم في إحداث ثورة في مجال الزراعة والطب والصناعات المرتبطة بها. 2 الأقمار الصناعية بدأت تلعب دورا رئيسيا في مجال التعليم والتعلم ونقل المعرفة في كل بقاع العالم. 3 الهواتف التي تقوم بالترجمة الفورية بشكل آلي من لغة إلى أخرى تؤدي إلى سهولة الاتصال بين الناس بلغتهم الأم. 4 تطوير صناعة رقائق السيليكون سوف تساعد في صناعة الحاسبات الآلية العملاقة. ظهور حاسبات آلية عملاقة قادرة على حساب أو التعامل مع مليار عملية حسابية في الثانية الواحدة. تطور طرق الدفع عن طريق البريد الإلكتروني ويسهل العمليات التجارية والصناعية بشكل غير مسبوق. ناخد بالنا ان التطور التكنولوجي ادى الى ان هو خلاني ابقى انا والعالم بقى لينا قطعة واحدة، بعرف اتواصل معاهم، بعرف اعمل عمليات التجارية بتاعتي عن طريق البريد الالكتروني. بدأ يظهر فيه تطور في الاتصالات السلكية واللاسلكية وفي المواصلات بالدول النامية والاسواق العالمية. استراتيجية التسويق الدولي للمنظمة، تنظر المؤسسة او المنظمة التي تنشط في الاسواق الدولية الى العالم كوحدة واحدة، فتقوم بعمل استثماراتها وتمويل عملياتها وشراء إمداداتها وإجراء بحوثها وتصميم منتجاتها عندما أمكنها إتمام ذلك بأكفأ شكل، فهي إذن تخطط لعملياتها على المستوى الدولي. طب نعرف بقى مع بعض إيه هي الاستراتيجية الدولية. هي خطة طويلة الأجل تعكس رؤية المنظمة لما يجب أن تكون عليه في المستقبل في إطار علاقاتها بالسوق الدولي وبيئته ومتغيراتها المختلفة من ناحية ومواردها المختلفة من ناحية أخرى، أو يمكن تعرفها أيضا بأنها توجيه تفكيري عملي مشتق من السياسة العامة للمنظمة ويقوم بتوجيه الخيارات الجغرافية للمنظمة. كما تعتبر الاستراتيجية الدولية أو بتعبر الاستراتيجية الدولية بمجموعة من الخيارات المتاحة: اختيار ميدان نشط المنظمة، اختيار بدائل استراتيجية ملائمة لنشاطها، اختيار تنظيم وهيكل تنظيمي مناسب. استراتيجية التسويق الدولي للمنظمة، يكسب بالاستراتيجية التسويقية تحديد الأسواق المستهدفة وإعداد المزيج التسويقي المناسب لها، وبالتالي تعتبر هذه الاستراتيجية قلب خطة التسويق الذي يقوم بها مدير التسويق باتباعها. وتعتمد الاستراتيجية التسويقية على تحليل المواقف وتحديد أهداف المؤسسة. كما تعني استراتيجية التسويق بعلاج وتطويع المتغيرات التي يستطيع التحكم فيها مع المتغيرات التي لا يستطيع التحكم فيها، وتزداد هذه الأخيرة تعقدا وصعوبة في التحكم فيها خاصة عند صياغة الاستراتيجية التسويقية على المستوى الدولي. فالتخطيط الاستراتيجي في مجال التسويق الدولي يعني تحديد الأهداف وتحديد الاستراتيجيات للوصول إليها، وتحديد الأهداف مرتبط بتقييم الفرص التسويقية المتاحة في الأسواق الدولية. لما كان نشاط التسويق الدولي متشابكا ومتنوعا، كان من الممكن أيضا أن يأخذ التخطيط الاستراتيجي له نفس السمات. بيوضح الشكل التالي مراحل إعداد استراتيجية التسويق الدولي، وزي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ان هي بتتكون من 5 مراحل. رقم 1 تحليل نقاط القوة والضعف للمؤسسة الأم في البلد الأصلي. 2 تحليل خصائص البيئة الدولية اللي احنا لسه كنا مذكرينها من شوية، البيئة
3 أثر الانعكاس، 4 قدرات المؤسسة بعد قياس أثر الانعكاس أو أثر خصائص البيئة الدولية عبر الحدود، 5 إعداد البدائل لكل عنصر من العناصر المزيج التسويقي في التسويق الدولي، 6 إعداد البدائل الاستراتيجية للتسويق في السوق الدولي واختيار الملائم لها، 7 تحديد القدرات التي يجب بناؤها في السوق الدولية. زي ما شفنا الرسم من شوية، هنتكلم عن كل مرحلة بالتفصيل. أول مرحلة عندي هي مرحلة تحليل نقاط القوة والضعف في السوق الأم، وتتمثل في دراسة مكونات المزيج التسويقي للمؤسسة الأم ومعرفة نقاط القوة والضعف. هذه المرحلة تسمح بتحديد قدرات المنظمة على مستوى السوق ومحاولة تكيفها مع خصائص السوق الدولي. تاني مرحلة عندي هي تحليل خصائص السوق الدولي، ويقصد بها تحديد أثر تغيير المحيط على كل عنصر من عناصر الاستراتيجية التسويقية واستخراج نقاط التشابه والاختلاف بين السوقين المحلي والدولي فيما يخص تشكيلة المنتجات وقنوات التوزيع وكيفية تحديد الأسعار. نقطة رقم 3، الخطوة 3 هي قياس أثر الانعكاس، ويعني ما هو أثر القدرات الخاصة بالمؤسسة بمجرد تجاوز الحدود والاصطدام بمتغيرات المحيط الدولي. وقياس هذا الأثر يسمح للمؤسسة بالانتقال من المرحلة الأولى، وهي معرفة قدرات المؤسسة، إلى المرحلة التي تليها فيما بعد، وتتمثل في تقدير الحالة الصافية للقدرات على المستوى السوق الدولي. رابعا، البيئة التكنولوجية. إن الانفتاح العالمي هو نتيجة التغير العميق في التكنولوجيا، وخاصة في ميدان الاتصالات ونظم المعلومات. كما إن هذا التغيير سيستمر في المستقبل، فسهولة تحويل الأموال من بلد لأخرى والتقدم في المواصلات والاتصالات على النطاق العالمي قدم الكثير من الفرص للاستثمار في الدول النامية. كما ترتب على التقدم التكنولوجي خلق الكثير من الأسواق للشركات المتعددة الجنسيات والتي تتمتع بمستوى عالي من التكنولوجيا في مجال الاتصالات وخدماتها. ولا يقتصر تأثير التقدم التكنولوجي على ما سبق، بل امتد إلى تغير هيكل العمالة والصناعة وتحويلها إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى رفع القدرات التنافسية. ويتجلى تأثير التكنولوجيا الجديدة في 10 سنوات القادمة في المجالات التالية: